هم يعني تكون هناك رعاية أبوية ورعاية أمومة صادقة لهؤلاء إيش؟ لهؤلاء الأولاد، بالإضافة إلى مبدأ الحزم. في محاضرة لعله يعني يتيسر لدى البعض منكم أن يتابعها من خلال اليوتيوب منزلة سابقا بعنوان أولادنا بين جناحي الرحمة والحزم. زين، هذين الجناحين لدينا نشتغل عليهما في تربية الأولاد، بين جناحي الرحمة والحزم. هم محتاجون إلى الرحمة لكن في نفس الوقت محتاجين إلى الحزم. ما نفتح الباب على مصراعيه. يعني أنا في من ضمن الأعمال التي عملتها سابقا كنت أدير بعض المدارس الخاصة في مسقط. أدرت مدرسة يعني مكوناتها من صف الروضة إلى صف 12 ومختلطة بنين وبنات. تلك المدرسة قضيت فيها عام واحد، عام دراسي، لكن في الحقيقة أعتبرها عن 5 أعوام ليست عاما واحدا، من المعاناة التي عانيناها والمتابعة وما إلى ذلك، حتى أنه يعني للأسف بعد ذلك يعني البعض الذين يعني يتنكرون على التربية الإسلامية الصحيحة تنكروا علينا بأننا سنقلب المدرسة إلى مدرسة إسلامية للأسف. يعني لكن هناك طبعا الكثرة الكاثرة من الآباء والأمهات كانوا متحمسين جدا وفرحين بذلك الأسلوب والمتابعة. يعني أول ما بدأت إدارة تلك المدرسة فوجئت بطلاب وطالبات في الصف الخامس أنا أخجل أن أخرج هاتفي أمامهم، نوعية الهواتف التي يحضرونها إلى المدرسة. فلما بدأنا نتخذ بعض القرارات وبعض الأمور وبعض التوجيهات وبعض التحديدات، هناك من ضج كما قلت، لكن هناك من إيش؟ من سعد بهذا. طيب، وما هي النتيجة؟ النتيجة أن حتى لما بحثنا في بعض المواضع التربوية وبعض كذا الذين يعني يتاح لهم فرصة اقتناء هذه الهواتف، يعني أمور دواهي يتحدث عنها المعلمون والمعلمات في تلك الهواتف، أعاذنا الله أولادنا وأولادكم بنين وبنات من هذه المصائب. زين، فإذا أنا عندما أقوم بهذه التربية وأقوم بهذه العناية، أنا ليس قصدي هنا الكبت أو الحجر على هؤلاء الأولاد من أن يتطلعوا ومن أن يتعرفوا على هذه الأجهزة. فكما قلت التعليم، نحن كبار، يعني عندما ظهرت هذه الأجهزة، أنا أكلمكم عن نفسي شخصيا، أحد أولادي أتاني بهدية أول مرة يقول لي بانا أهدي إلي هاتف آيفون، وهذا الهاتف أهديك. قلت له ودي أنا بعدني ما أعرف له هذا، أول ما ظهر واتساب وما إلى ذلك وكذا، ولا أريد أن أشغل نفسي. قال بانا أجلس وأعلمك ودليل وكذا، هو في الجامعة. زين، فقلنا له حياك الله. فلما علمونا وبدينا نعرف الأجهزة عرفناها بسرعة. لو الواحد الطفل لو 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 جلس بس جلسة بسيطة مع أحد والديه أو أحد إخوانه الكبار على الحاسوب مثلا في الأسبوع نصف ساعة، سيعرف الحاسوب ويعرف كيف يتعامل مع الحاسوب وكيف يطبع، من أين يطبع ومن أين يجهز البرنامج العرض على الباوربوينت ومن أين يفعل كذا ومن يفعل كذا. صحيح، ما أنها مشكلة كبيرة، مثل ما يركزوا الآن على اللغة، قال لا نريد نربي على اللغة الإنجليزية. طيب ليش تربي على اللغة الإنجليزية ولغتنا العربية هي اللغة الأم ولغة القرآن وما إلى ذلك؟ قال لا، الآن العصر الحديث يحتاج إلى اللغة الإنجليزية. يعني تعلمناها اللغة الإنجليزية عندما كبرنا، ودخلنا معاهد لغة إنجليزية عندما كبرنا، ونفذنا دورات وبرامج لغة إنجليزية عندما كبرنا، ما كانت هناك مشكلة في تعلم إيش؟ في تعلم اللغة. فتأسيس هنا، قضية التأسيس والتكوين لهذا الإنسان الناشئ الذي هو سيستقبل الحياة، هي بحاجة إلى هذه العناية وبحاجة إلى هذه الرعاية الأبوية ورعاية الأم، رعاية الأبوين، الآباء والأمهات، رعاية متكاملة. لأنه هنا إذا أسسنا هؤلاء الأولاد بنينا وبناتا على العقيدة الصحيحة وعلى رقابة، يعني استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى واستشعار الخوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، وكوننا هذا الطفل تكوينا سليما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه، المأمول بعد ذلك في مستقبل حياته أنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقف في وجه الفتن وفي وجه الابتلاءات
والتيارات التي سيواجهها في حياته.